أن يتقدم طالب إلى امتحانات الثانوية العامة وهو في 17 من عمره لا شيء مميز، ولكن أن يتحضر في هذه السن للسنة الرابعة في كلية الطب لهو العبقرية. إقبال محمود الأسعد المولودة في 2 شباط عام 93 في بلدة بر الياس البقاعية لأب فلسطيني وأم لبنانية، قطعت المراحل التعليمية بسرعة لا مثيل لها في إحدى مدارس المنطقة. كان بابا يكون موجود، كان خيي يكون موجود، كان عمي استاذ كيمياء يعني نحل معه أسئلة وهيك، إنه في مثل بتقول لك رعاية بالبيت، كلهم بيهتموا بهالشيء. اجا اخوها جاي امتحان بالرياضيات كان بالصف السادس، هي بالصف الثاني. في سؤال رياضيات حله غلط، اجيت لعلمه اياه. علمته اياه لحتى فهمه. واعطيته سؤال قلت له حل لي مثله حله. ولا بتقول لي اعطيني سؤال انا. اعطيته سؤال حلته. لم يمانع مدير المدرسة في ترفيع إقبال صفين متتاليين كل سنة دراسية، إلا أن تخطي صفي الشهادة الرسمية لم يكن سهلا. البريفي كان عمري 9 سنين أول مرة، فكان بدي استثناء لأنه بالدولة كنت أنا بابا يسجلني عادي، يعني كنت بصف الرابع ورايح أقدم بريفي، فوقتها كان بدي استثناء من معالي وزير التربية. لبنان كان راعي عبقرية إقبال حين بدأت مشوارها الجامعي في كلية ويل كورنل الدولية للطب في قطر. وقتها كان معالي وزير التربية خالد أباني، هو وقتها كان وزير التربية، فوقتها دعاني ليكرمني وهيك، وقتها بس شافني قال لي عارف إنه بدي أدرس أنا طب، فقال لي خلص أنا بدي أأمن لك منحة. لم تجد إقبال أي صعوبة في التأقلم مع رفاقها الكبار. أنا وصغير بهالوضع، مش إنه فجأة حطيتيني مع حطيتي بنت عمري 17 سنة مع هول الطلاب، إنه من أنا وعمري أربع قلت لك من أنا وعمري 5 سنين ونص مع إنه بصف الرابع يعني مع طلاب أكبر مني، كنت وقتها بالعلوم عمري 12 سنة، طلاب معي عمرهم 18 سنة، إنه يمكن لو ما خدت المراحل اللي خدتها ما كانت حتكون شخصيتي هيك أبداً، حتى إذا بتنتبهي لحكيت وقت ما كان عمري 12 سنة وهلا فرق كتير كبير، بس لما سافرت وبعدت عن أهلي وعن بلدي فرقت. بالصيف ما كنت اتعلم شيء يعني خلص خلصت مدرسه مثل غيري. نصيحه الوالد بدراسه الطب تلقفتها اقبال بوعي ولم يتوقف طموحها عند هذا الحد. طموحي انه ارجع لهون ان شاء الله اذا في روح على بلدي فلسطين. لكن ما ستقدمه اقبال لفلسطين تحديدا سيكون مختلفا. يعني شوف انا وصغيره بقول انا بدي اكتشف سر مرض الرحل ابو عمار، انا بعدني مصممه على هالشيء لانه هالشيء حق من حقوقنا، حق من حقوق الفلسطينيين اللي مهدور، فهذا الشيء حق اعمله ان شاء الله اذا الله اراد، وحارجع اروح شفت قد ايه عم بتعذبوا وقد ايه عندهم المستشفيات انه ناقصها اشياء كثير وهيك، بالعكس انا بتمنى انه اروح لهنيك واعمل مستشفى هنيك للعالم اللي هنيك لأهل وطني. لبنان عبد الدرب أمام إقبال لتحتضنها قطر، وفلسطين تنتظر عودة ابنتها بمجرد إحرازها شهادة الطب، عسى أن تخفف عبقريتها من معاناة إخوانها في وطنها الأم. من منزل إقبال الأسعد في بر الياس، فاطمة قاسم، قناة الجديد.